الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: الآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. يشتري الناس الدور لكي يسكنوا فيها، لكنهم أيضا يختارون الدور لحاجات أخرى. يقتني الناس السيارات لينتقلوا بها من مكان إلى مكان، ولهم فيها حاجات أخرى. يلبس الناس الثياب لكي تقيهم الحر والبرد، ولهم فيها حاجات أخرى. الدار مسكن الإنسان، يريد أن يشعر بالخصوصية ويكون بعيدا عن المتطفلين والسراق ومن يمكن أن يزعجهم فيها، لكن يختارون القصور على الدور والدور على الأكواخ، مع أن الكوخ قد يكفي الإنسان لكي ينام فيه ويسكن فيه. لكن لماذا الدور الواسعة؟ لماذا القصور المزينة؟ لماذا يهتم الناس بأكثر من الحاجة الحقيقية لمن يحتاج إلى الدار؟ الناس إنما يريدون التنقل من مكان إلى مكان بوسيلة من الوسائل، ولكن لماذا يختارون السيارات الفارهة الغالية؟ ولما يبدلونها عاما بعد عام؟ لأن لهم حاجة أخرى غير مسألة التنقل. والناس يلبسون ما يستر عوراتهم، لكن لما يشترون الحلل الغالية والثياب الفاخرة ما دام الشيء البسيط يكفيهم؟ الحقيقة أن الله الجميل خلق كل شيء جميلا، وخلق في الإنسان ذوق الجمال. بطبيعة الإنسان يحب الجمال. أنت تحتاج إلى الطعام، لكنك لا تأكل هذا الطعام كما تأكل الحيوانات في الشوارع والأزقة والمزابل وغير ذلك. لا تهتم بالخوان بالسفرة، تجمل هذه السفرة، تهتم بالأنوار الساطعة في غرفة الطعام. الذين يذهبون إلى المطاعم ويشترون الطعام الغالي، جزء من الثمن يدفعونه للجمال الموجود في المطعم، للديكور الموجود في المطعم، ولما هو غال من وسائل الأكل. يعني مثلا يذهبوا إلى مطعم يستخدمون الأواني الذهبية والفضية أو ما شابه ذلك. فالقضية ليست مجرد قضاء الحاجة الأولية الحقيقية، إضافة إلى ذلك يريد الإنسان دارا جميلة، دارا واسعة، وأثاثا فاخرة، وستائر غالية، حتى يشبع تذوق الجمال الذي خلق الله فيه. ربنا خلق كل شيء جميلا. هذه الوردة الصغيرة كم فيها من آيات الجمال: شروق الشمس، غروب الشمس، القمر، النجوم. ربنا عز وجل
يتحدث عن ذلك ويقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. بالليل الإنسان يحتاج إلى النوم، يروح في غرفة ويطفئ المصابيح وينام في الظلام، لكن رب العالمين جعل السماء جميلة بنجومها، جعلها جميلة بقمرها، كما جعل النهار جميلة. الجمال وصفات الجمال في الله عز وجل هذه تتجلى فيما خلق الله، ولذلك الإنسان تقريبا هو الكائن الوحيد الذي يتذوق الجمال. لا أعتقد أنه حتى الطيور الجميلة هي تتذوق الجمال، خلقها الله جميلة لنا كبشر، أما هي فلا يهمها جمال الأجسام وجمال الوجوه وجمال العيون وما شابه ذلك. الطاووس جميل في ذيله، لكن لا أعتقد أن الطواويس يتذوقون جمال أنفسهم. الجمال شيء مهم في حياة الإنسان، لذلك لا يكتفي بسيارة قديمة وإن كانت صالحة للتنقل، إنما يبحث عن سيارة جميلة، عن وسائل الرفاهية في هذه السيارة، وحتى الألوان في السيارات لها ثمنها باعتبار الجمال الموجود في هذه الألوان. وكذلك فيما يرتبط بالثياب، أي ثوب يمكن أن يقي الإنسان من الحر والبرد وأن يستر عورته، لكن الناس يبحثون عن الحلل. فرق بين الثوب والحلة. الثوب هو كل ما يلبسه الإنسان ويتستر به، لكن الحلة ما فيها جمال. كان الملوك سابقا من جملة عطاياهم وهداياهم الحلل، فأعطاه حلة، يعني تعبير آخر، تعبير الدارج الآن عندنا يقول قاط، لابس لقاط، هذا غير الثوب، شيء إضافي فيها نوع من الجمال، استخدم فيها شيء فيها ثمن غالي وإلى آخره. الحلل إذن تلبس للجمال. احنا عندنا الثياب عادة نهتم بها كما قلنا، والبيوت والسيارات لجمال هذه الأشياء، بالإضافة إلى القضاء للحاجات الأساسية في الإنسان. هنا الإمام يقول الآداب حلل. الآداب مثل الثياب، لكن الثياب الفاخرة والثياب الجميلة مع فوارق بالطبع. الثياب تجمل الظاهر، لكن الآداب والتي تعني هنا الأخلاق الجميلة، الآداب تجمل الظاهر والباطن، حتى الظاهر غير الجميل بالأخلاق الجميلة يصبح جميلا. يعني إنسان قبيح المنظر لكن أخلاقه حلوة، الناس يرونه جميلا، والعكس بالعكس، من كان جميلا وأخلاقه سيئة يرونه الناس قبيحا مع أنه جميل في مظهره. إذن من الفوارق ما بين الحلل وما بين الآداب أن الثياب تجمل الظاهر فقط، ولكن الآداب تجمل الظاهر والباطن معا. الثياب تجمل الأجسام، يعني تجعل الأجسام جميلة، لكن الآداب الحسنة تجعل الأجسام حسنة والأرواح كذلك. الثياب تبلى وتخلق بمرور الزمن، إنسان يلبس الثياب بعد أيام يصبح خلقا باليا، لكن الأخلاق الآداب هذه لا تبلى بل تتجدد. شلون تتجدد؟ أضرب لك مثال، إذا دخل عليك رجل بثوب جميل أنيق جدا، مرة واحدة أنت تلتفت إلى جمال ثيابه، لكن يوم ثاني يوم ثالث نفس الملابس لابسها ما تلتفت إلى جمال ثوبه، لكن الرجل الصادق كلما تلتقي به تتذكر صدقه. يعني هاي الصفة دائما تتكرر عندك، رجل أمين كلما تلتقي به تتذكر أمانته. وكذلك العكس، يعني أضداد الأخلاق الحسنة أيضا تتجدد في أذهان الناس، أن هذا الرجال كذاب، هذا الرجل خائن، هذا الرجل كذا، كل ما تتذكره. الآداب إذن حلل لكنها تتجدد،
الآداب حلل مجددة. الثياب تستهلك من صاحبها المال، لكي تشتري حلة غالية فلا بد أن تدفع مالا، لكن الأخلاق الحسنة والآداب هي التي تجذب لك المال. حينما يكون صاحبك البائع أمينا صادقا خلوقا يحترمك، تشتري منه البضائع، ومن ثم أخلاقه تجذبك إليه. وكذلك حتى على مستوى الأمم، على مستوى الشعوب، هنالك الشركات الصادقة الأمينة في بضائعها، الناس يشترون منها ما يشترون لهذا السبب. إذن الثياب تستهلك منك المال والآداب تكسبك المال. الثياب جمالها تسر العيون فقط، ولكن الآداب تسر العيون وتسر النفوس معا. الثياب قد لا تسعد صاحبها، يعني إنسان يعيش حالة من الكآبة، الآن تلبس أفضل أنواع الثياب، هل يشعر بالسعادة لأنه لبس ثيابا جميلة ووقف أمام المرآة؟ الآن قد تقول إذا لبس الثياب ما يشوفه، غير ذا يشوفه، لا هو موقف قدام المراية. هل رأينا في معالجة الكآبة أن يقولوا أنه البسوا ثيابا فاخرة جميلة؟ أبدا. الثياب لا تسعد أصحابها، ولكن الأخلاق الحسنة تسعد أصحابها كما تسعد الآخرين. لكي تعرف قيمة الآداب وما تعطيك في نفسك وفي المجتمع، وأيضا ثواب الله عز وجل، لابد أن تنظر إلى أضدادها، يعني الرجل الكذاب، الرجل الخائن، الرجل السارق، ومن أشبه من يملك هذه الصفات السيئة. كم تنفر الناس، وبالعكس من كان يملك الصفات الحسنة. الآداب حلل مجددة، يعني دائما تكسب بها الخير، دائما تكسب بها المال، دائما تكسب بها الرجال. الأخلاق الحسنة حلة، لكن هذه الحلة بدل أن تبلى كما هي في الثياب فهي مجددة. رجل في زمن الساسانيين أنوشيروان، هذا لم يكن من العائلة المالكة، وكما نعرف أنه في غابر الزمن كانت العوائل هي التي تملك، وكانوا يعتقدون أن في عروقهم دماء زرقاء وبقية الناس دماء حمراء، ومن ثم كما في بعض البلاد المتخلفة اليوم، العائلة المالكة انتماء الرجل إلى هذه العائلة هو الذي كان يرفع مقامه، وكانت هنالك مناصب حكر على أبناء هذه القبيلة وهذه العشيرة وهذه. الحمد لله هذه أصبحت بالية في عالم اليوم إلا في بلاد متخلفة معينة. رجل وصل إلى مقامات عالية، مقرب أصبح للملك، وهو بودر جمهر، والرجل وصل إلى مراحل أن الملك لم يكن يقطع أمرا إلا باستشارته. وحينما سئل من أين تعلمت الأدب، قال ممن لا أدب له. شلون تعلمت تكون أخلاقك حلوة أخلاقك جميلة؟ قال تعلمت ذلك ممن لا أدب له، رأيت أن الناس يتنفرون من الذين لا أدب لهم، لا أخلاق لهم، لا أمانة عندهم، لا صدق في كلامهم، فشفت بدل ما أنا أخلي الناس يتنفرون مني ألتزم بالعكس، مو تظاهر إنما التزام. فلذلك أنا تعلمت الأدب. ووصل الأمر به أن ابنته في يوم الأيام قالت له اشتري لنا أيام عيد، اشتري لي ثياب جميل، بل ما عندي، مع أنه كان كل الأمور بيده وخزينة الدولة بيده، يعني يقطع ويأمر وينهي هو. الملك كان ذا يكيف، بس هذا كان هو اللي يدير الدولة. فجاء إلى الملك قال زد في راتبي، فطلب صاحب بيت المال قال زد في راتبه، فإن الرجل ذكر أن بنته تطلب من عنده وما عنده. حينما ذهب بودر جمهر التفت صاحب الصندوق صاحب بيت المال إلى الملك
وقال له تصدق يعني هذا ما عنده؟ بيده خزينة الدولة كلها، سيطلب من عندك زيادة في راتبه؟ ما أعتقد كلامه صحيح. شك الملك في الأمر، وفعلا ما يحتاج لكي يحصل على مبلغ من المال يشتري ثوب لبنته لازم يجي يطلب من عندي؟ خوي يشيل من خزانة الدولة. فأرسل أبو ذر جمير إلى سفر، ثم دعا الناس، كانوا في السابق كما الآن عند الملوك والأمراء مو كل الناس يمكن يلتقون بيهم، يعني يمكن هذا الملك يأتي ويصبح ملك ويموت وتسعة وتسعين وتسعة من عشرة بالمئة من الناس ما يمكن أن يرون له من قريب أبدا، بس بالتلفزيون مثلا. ذاك الوقت أيضا كان هكذا الملوك والأمراء. أمر الملك لأنه خاف أن أقرب الناس إليه ومن بيده كل شيء يكون كذاب وخائن، فدعا الناس جميعا أن يأتوا إليه، من اللي عنده كلام، من اللي عنده شيء خلي يجي يتفضل ويشرح لي. وحينما اجتمع الناس قال لهم هل لكم شيء على أبو ذر جمهر؟ هذا الرجل عندكم شيء علي؟ ما حد قال إيه أبدا ولا واحد من الناس. قام رجل قال نعم أنا، هذا كل يوم كان يأتيني ويقدم لي طعام وما أحتاج إليه، صار له 3 أيام ما جاي علي، عندي شكاية عليه. قال له اجلس. عرف الرجل صادق مكذب. يصبح هذا الرجل في مقام، هذا مو استثناء، أي إنسان يمتلك الآداب فإنه في الحقيقة عنده حلل مجددة وجاذبية بالنسبة إلى الناس. جبل الناس على حب الخير، جبل الناس على حب الجمال، يعني هذا في داخلنا. الإمام علي سلام الله عليه يقول أحسن إلى من شئت تكون أميرة. أنا مرة لاحظت أنه بعض الجماعة اللي في الحدود في المطارات في مراكز معينة يوم اللي ياخذ رشوة ليش يمشي شغلش الطرف الثاني؟ خلي ياخذ رشوة ما يمشي، ما يقدر ما يمشي، لأن نفسية الإنسان خلقت وجبلت وصنعت بحيث أن الإنسان يصبح مأمورا لمن أحسن إليه. أحسن إلى من شئت تكن أميرة. على كل حال البيت بمرور الزمن مهما كان جميل يفقد بريقة، السيارة الجميلة تصبح موديل قديم، الثياب تصبح خلقة، ولكن الآداب تبقى كما هي. ربنا عز وجل جعل أيضا في الأخلاق الحسنة ثواب لا يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة أفضل من حسن خلقه. والموازين الأساسية يوم القيامة ماكو شيء أفضل من الأخلاق الحسنة توضع في ميزان العبد المؤمن. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حتى العبادات ليست مقصودة لذاتها، إنما هي لأهداف أخرى. كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى تصير متقي، حتى تكون إنسان صالح. كذلك الصلاة، والصلاة معراج المؤمن، وكذلك بقية العبادات. إذن من امتيازات الإنسان أن الله خلقه مذواقا، وخلق الله الحياة جميلة، والجمال نوعان مادي ومعنوي، والأخلاق الحسنة تعطي للإنسان جمالا ماديا وجمالا معنويا أيضا. طبعا الكلام حول الآداب هو كلام عن المجتمع الصالح وليس الفرد الصالح فقط. المجتمع، الإمام علي يوم اللي يتكلم عن العلم أو يتكلم عن الأدب أو يتكلم عن الفكر، فلا يتكلم كأنه دا يبين فرد حقيقة، عند موعظة يعني خليك تهتم بالعلم، خليك تهتم بالأخلاق، خليك تهتم بالفكر، وليس مجرد بيان فرد حقيقة أن الأخلاق جميلة. يعني بأخلاقك الجميلة عش في هذه الحياة مع الآخرين،
باهتمامك بالعلم ارتقى سلم المجد، بتفكيرك حاول أن تكون على الصراط المستقيم. الحياة قائمة على الأخلاق الحسنة. إحنا بشر يحتاج بعضنا إلى بعض، والرابط الصحيح بيننا هي الأخلاق الحسنة، الصدق، الوفاء، العطاء، التعاون. مفردات الأخلاق خليها أمامك، إما في الفرد وإما في المجتمع، والمقصود هو المجتمع. يعني تصبح الآداب ثقافة المجتمع، تصبح الآداب عادة عند الناس، مو مجرد استثناء. مرة واحدة كان صادق، مرة واحدة كان أمين، هذا ما يجمل الإنسان، لازم يكون هذا جزء من عادته. من المستحبات بالنسبة للمرأة في العادة الشهرية أن تفرش سجادتها أو أن تجلس في مكان صلاتها عند أوقات الصلاة وتسبح الله. الصلاة محرمة عليها، لكن مستحب في وقت الصلاة. كانت الصلاة تستغرق من عدد 5 دقائق 10 دقائق، نفس الوقت تجلس وتسبح الله. لماذا؟ لأن الإمام علي يقول الخير عادة. الخير الذي هو خير ما يكون عادة للفرد، يكون الصدق عادته، ما يكذب، وإذا كذب استثناء. يكون الكرم من عادته، وإذا بخل فهو استثناء، وليس العكس. احنا نحتاج إلى مجتمع، هذا المجتمع تزينه الآداب الحسنة، لأن هذا النوع من المجتمع هو الذي يهتم بالعلم. شنو ارتباط هذه الكلمة بالتي سبقتها من الإمام علي سلام الله عليه حول العلم؟ العلم قيمته أن تفعله، أن تضعه موضع التنفيذ. عرفت أن الشر قبيح فلا ترتكب الشر، عرفت أن الخير جميل فتلتزم بالخير، عرفت أن الأخلاق الحسنة هذه حلل مجددة فعليك أن تلتزم بها. هذا العلم مالك تخليه موضع التنفيذ، وإلا زادت نسخة في البلد كما يقول المثل. إذن صالحات الأعمال يجب أن تصبح من العادات في داخل المجتمع، حلل مجددة. هذه الحلل المجددة في الحقيقة تبين ذوقك، وتبين أيضا نفسيتك الحسنة. أنت مذواق أو مو مذواق؟ البس شيء جميل، أكل. أكو فد مثل عراقي أو عربي بشكل عام يقول كل ما تحب والبس ما يحب الناس، وكل ما تشتهي والبس ما يشتهي الناس. ليش؟ لأن هاي ملابسك إلى ربط بالآخرين، أكلك إلى ربط بيك. أنت هذا الطعام تحبه لا تأكله، ذاك الطعام تحبه أكله، مو مشكلة. لكن بالنسبة للثياب لازم هذه الثياب تكون جميلة نظيفة، ومن الواجبات في حالات العبادة أن تكون الثياب نظيفة، مو متسخة، مو نجسة. الآن احنا نسميها نجاسة، بس النجاسة نوع من الوساخة. فإذا لازم الثياب تكون دائما نظيفة مرتبة، لأن الربط بالآخرين. إذا كان الأمر في الثياب هكذا فكيف فيما يرتبط بالأخلاق؟ ثم يقول الإمام الآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. المرآة شنو امتيازاتها؟ ألسا المرآة شنو تسوي في حياتنا؟ سؤال. الناس يهتمون بالمرايا في بيوتهم، في مرايا في سياراتهم. عادة النساء أكثر من يستخدمون المرايا في الشنطة اليدوية مالتها، أكو في المرايا صغيرة في البيت، أكو مرايا. المرايا شو تسوي؟ الحقيقة المرآة تعكس النور، مع أنه لا نور فيها. الآن لو أن هذا المكان وضعنا مرايا على الجدران فهذا النور يتضاعف، وربما أكثر من الضعف، مع أن المرايا ما بها نور لكنها تعكس النور. هذا واحد. 2، المرآة تعكس صورة الأشخاص، إن كانت جميلة فتعكس الجمال، إن كانت قبيحة فتعكس القبح. المرايا أمينة، يعني المرايا إذا أنت مو حلو ما تطلعك حلو، إذا أنت جميل ما تطلعك قبيح. المرايا عادة أمينة في إظهار ما ينعكس فيها. المرايا تعكس الحقائق بشرط واحد، أن لا تكون متسخة. المرايا اللي عليها تراب لا تعكس صورتك ولا تعكس النور، لازم تكون صافية.
المرايا لا ذنب لها إذا كشفت عن وساخة في وجهك، عن قبح في مكان ما، عن ثيابك غير الجميلة. أنت ما تعاتب المرايا، غلط أن واحد يعاتب المرآة، لأن المرآة أمينة في عملها كما قلت، هي تكشف الحقيقة. الناس يستخدمون المرايا لماذا؟ لكي إذا رأوا حسنا يزيدون في الحسن، وإذا رأوا قبحا يغيرونه. ليش يطالع نفسه في المرايا؟ حتى يشوف وجهه وسخ، لو نظيف، ثيابه مرتبة لو ما مرتبة. فإذا كان الشيء الذي يراه في المرآة بالنسبة إلى نفسه جميلا حسنا يزيد منه، وإذا رآه قبيحا يغيره ويبدله. من معاني المرآة في الفكر، شوفوا الإمام علي سلام الله عليه كثيرا ما يضرب الأمثال، كما القرآن يضرب الأمثال، كما الأنبياء يضربون الأمثال. السيد المسيح عنده كلمات جميلة جدا وكلها أمثال، يضرب مثال. وأمثال القرآن وأمثال الأنبياء وأمثال الأولياء دقيقة وبليغة وعميقة، يعني كل ما أنت تدقق فيها تكتشف بعد جديد للموضوع الذي ضرب المثال به. بالنسبة إلى العلم، ما الذي قال الإمام عن العلم؟ العلم وراثة كريمة، مثل ما الإنسان يورث أو هذا الجيل يورث للجيل الذي يأتي من بعده شيء، العلم وراثة. وذكرنا أن من معاني الوراثة تراكم العلم، تطور العلم وانتقاله من جيل إلى جيل، وهو الأمر الذي يتوقف التطور عليه. العلم وراثة كريمة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. هذا مثال، فكر مثل المرآة. الفكر أساسا هو تفعيل العقل. شنو معنى الفكر؟ فلان يفكر فلان ما يفكر، أكو ناس ما يفكر. وكثيرا ما رب العالمين يتحدث عنه يرسل الآيات للناس لقوم يتفكرون، احنا نريد من الناس يشغلون عقلهم. العقل هو امتياز الإنسان الأول، وربنا عز وجل حينما خلقه قال أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك بك أثيب وبك أعاقب. وكان هذا نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العقل، التفعيل العقل هو التفكير. والفكر في الحقيقة حتى نعرف أهميته، أحيانا لحظة فكر يغير معادلات في الحياة. إسحاق نيوتن جالس تحت شجرة وإذا بتفاحة تسقط على الأرض. كم من الناس كانوا شايفين تفاحات تسقط على الأرض؟ كل الفلاحين، لعل كل البشر في يوم من الأيام تشوف لك فرد فاكهة أو ورقة من الشجرة وقعت على الأرض، غير معقول أن لا ترى، خاصة في تلك المجتمعات التي كانت زراعية. ألوف الناس، ملايين الناس رأوا أن التفاحة تسقط من الشجرة، لكن لحظة تفكير من إسحاق نيوتن، هذه التفاحة انقطعت عن مصدرها، انقطعت من الشجرة. ليش ما صعدت فوق؟ ليش نزلت؟ أنت تقول حالة طبيعية، ليش حالة طبيعية؟ شلون صارت حالة طبيعية؟ فكر في هذا الأمر لحظة تفكير وكشف عن الجاذبية. وتعرف قضية الجاذبية مو مجرد معلومة، أمور كثيرة تترتب على هذه المعلومة، من تحليق الطائرات إلى ألف شغلة وشغلة. رب العالمين خلق الجاذبية في هذه الأرض، حتى ثقلك أنت بسبب الجاذبية، صحتك، سلامتك، أمور كثيرة ترتبط بالجاذبية. لحظة تفكير، أحيانا لحظة تفكير تنقذ الإنسان من مصير سيء. الحر ابن يزيد الرياحي في يوم عاشوراء لحظة واحدة قام يفكر، لوين؟ إلى أين أنا ذاهب؟ والمصير والنهاية. فتغير وضعه وانتقل في ساعة من الفرش إلى العرش، لحظة فكر. يأتي رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا رسول الله،
أنا ما أقدر كل دينك أفهمه وأقعد وياك وعندي شغل ورايح على قبيلتي وعشيرتي، اعطيني فرد قاعدة، هذه القاعدة تصلح أمري. قال: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأمضي وإن كان شرا فأمسك. أي قضية تجيء لك، يعني من مسألة بسيطة جدا إلى مسائل كبيرة، من موقف لابد أن تتخذه في الحياة بين الحق والباطل والخير والشر والإيمان والنفاق، إلى أن تشتري شيء من هذا البقال، أي شيء، تدبر في عاقبتك. إن كان خيرا فأمضي وإن كان شرا فأمسك. لو أنك تمسكت بهذه القاعدة، كلامك يصير كلام الأدباء، كلام العقلاء، كلام العلماء، مشيتك، خطواتك، أعمالك، مواقفك كلها تتغير بناء على هذه القاعدة. تقول: شلون أعرف أنه خير أو شر؟ وجدانك يخبرك، ضميرك يخبرك، النفس اللوامة تخبرك، عقلك يخبرك، كل الأشياء تخبرك. أنت عندك شيء في داخلك، رب العالمين أودع فيك ما يميز لك الخير من الشر. لكن يوم اللي متفعل عقلك ومتفكر ومتسأل إلى أين من هنا، شنو النتيجة اللي تترتب على هذه الكلمة أو هذه الخطوة؟ إذن الفكر هو نتاج العقل، وإذا كانت لحظة فكر تنقذ الإنسان من الجحيم، فكيف إذا كان دائما يفكر؟ وكيف إذا كانت الجماعة تفكر؟ شوف، إحنا عندنا عقل فردي وعندنا عقل جمعي، عندنا فكر فردي وعندنا فكر جمعي، عندنا أخلاق فردية وعندنا أخلاق جمعية. المطلوب ليس الفكر الفردي، وإن كان الفرد لبنة في داخل المجتمع، لكن بقية اللبنات أيضا يجب أن تكون سليمة. مطلوب أن نفكر، أن نكون أمة هذه تفكر لنفسها ولغيرها وللحياة، مو الشخص فقط يفكر. التفكير مهم إلى درجة أنه روح العبادة. يعني واحد يصلي، لأنه حافظ الصلاة، حافظ الكلمات ويقرأها ويمشي. أنا لا أقول يعذبه الله، لكن لا يرفعه الله بما للصلاة من مقام. أنا شيء حافظه جاي قاري، مثل فرد طفل ما يعرف معاني الكلمات، لكن حافظ له فرد قصيدة يلقيها أمام أحد الزعماء، يمكن هذا الزعيم يعطيه مبلغ من المال يكرمه، لكن يدي هذا ما يفهم من هذا الكلام شيء، لأن هذا كلامه مو من تفكير، من ذاكرة حافظه وده يجي يقولها. إذا إنسان ما كان حافظ له معادلة معينة وما يعرف هاي المعادلة ومعاني هاي المعادلة، ما له قيمة، ما له قيمة. لكن ذاك اللي وضع المعادلة وصل إليها وفكر فيها، لا، له قيمة كبيرة. في الحديث الشريف: لا خير في علم ليس فيها فكر، ولا خير في عبادة ليس فيها فكر. مو مطلوب تراكم العلم بمعنى حفظ الكتب، تحفظ لك 20,000 كتاب ثم ماذا إذا ما فكرت، ما عرفت أبعاد ما حفظته وما استخدمته في المجال الصحيح. في رواية أخرى اللي تبين أهمية الفكر: فكرة ساعة خير من عبادة 1,000 سنة. ساعة تقعد تفكر، هذا خير وأفضل، والنتائج ماله خيرا، يعني أفضل في نتائجه، من عبادة 1,000 سنة. كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر، ليست العبادة، الإمام العسكري يقول: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، إنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. مو التفكر في الله، في أمر الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أو في هذه الآية المباركة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. النبي مذكر، البقية عليك. النبي يشير إليك إلى النور، أن تنظر إلى النور، أن تعرف النور، أن تستخدم النور وتستفيد من النور، هذا عليك. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
الرابط إذن بين العلم، هذه الحكمة من الإمام علي، العلم وراثة كريمة، الآداب سنن حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. الرابط ما بين هذه الأمور واضح، العلم لكي يؤدي بك إلى التفكير، التفكير لكي تطبق ما تفكر فيه وترى الخير، ومن ثم تكون عندك الآداب الحسنة والأخلاق الحسنة وتعيش في الناس وتسعدهم وتكون سعيدا بهم. نبدأ بالعلم، نضعه موضع التنفيذ فنفكر، نلتزم بما فكرنا فيه وبما يرتبط على أعمالنا من عواقب فتكون آدابنا حسنة. لا نقدم على أمر إلا إذا فكرنا. الجمال جزء من الحياة، جزء مما خلق الله عز وجل للإنسان، ولذلك ربنا يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي آخرة وفي آية أخرى يقول ربنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يعني أن تكون جميلا وتفكر بشكل جميل وتلتزم بقواعد الجمال وأصول الآداب والأخلاق. هذه هي الحياة الصحيحة التي أرادها الله للإنسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.